برضو خلود خالد كاتباها بتقول من السلوكيات الخاطئة ان احنا بنضيع شهر رمضان في العزومات ومشاهدة المسلسلات، والمفروض ان احنا نستغل رمضان في الصلاة والقرآن وعبادة الله، وكل سنة وانتم طيبين. وطبعا يعني مشكلتنا احنا ان احنا يعني بنريح في رمضان قوي، مع ان المفروض ان احنا ما نريحش ناحية ربنا. يعني بنحس ان احنا رمضان اجازة اجازة، بندي اجازة لنفسنا ان احنا نريح دماغنا ونقعد قدام التلفزيون ونقزقز لب وناكل سوداني وناكل بعد كده نحلي بقى بكنافة وحاجات كده.